خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأخبار والأحداث اللي معانا. لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت بشكل نهائي على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكمان زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات. امبارح أيضا مجلس الحوار الوطني برئاسة الدكتور ضياء رشوان تسلم الخطة التنفيذية المقدمة من الحكومة بشأن توصيات المرحلة الأولى للحوار، واللي بتشمل الإجراءات التنفيذية المقترحة والجهات اللي هتقوم بتنفيذها، وأيضا المدى الزمني المقترح لهذا التنفيذ. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت نهائياً على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. ده بالإضافة لتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، على أن يتم إعداد تقريرها بشأنه للعرض على المجلس. امبارح وافق مجلس النواب على المواد من 8 ل 13 بمشروع قانون حقوق المسنين، واللي بتتضمن أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة، وده وفقاً للاتفاق اللي بيعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها. فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر لرئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمراً على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها، وإذا كانوا غير قادرين على الإنفاق قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية. امبارح قررت وزارة الأوقاف إطلاق البرنامج الدعوي مجالس العلم والذكر، وده ب 1444 مسجد على مستوى الجمهورية كل يوم خميس عقب صلاة العصر مباشرة، وهيعقد المجلس الأول يوم الخميس القادم تحت عنوان فضل الذكر وآدابه. امبارح تسلم مجلس أمناء الحوار الوطني برئاسة الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الخطة التنفيذية المقدمة من الحكومة بشأن توصيات المرحلة الأولى للحوار، واللي بتشمل الإجراءات التنفيذية المقترحة والجهات المعنية بتنفيذها والمدى الزمني المقترح للتنفيذ ومؤشرات متابعة الأداء الخاص بالتنفيذ والتقييم المبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.